بدأت الحركة الطاحنة ضد الدروز بإذن الله ضد الطائفة النتنة، بداية حقبة جديدة لدولة الإسلام. نسأل الله الفتح. بعد حصولنا على تسجيل مصور بيوثق هجوم داعش الإرهابي على السويداء واللي راح ضحيته أكثر من 250 شخص بيوم واحد، توجه فريق عملنا للجنوب السوري حتى نوثق بالصورة والصوت هالمعاناة. إذا ما كانت نيتنا لتحكيم شرع الله وتطبيق شرع الله في هذه الأرض الذي كثر فيها الكفر والعهر، فأنا أوصيكم أن تجددوا. كان في مجموعة أو ثنتين موجودين قدامنا باشتباك مباشر مع داعش، استغلوا نقطة الضعف ساعات الصباح الأولى والناس نايمة ببيوتها ودخلوا عليها وذبحوها. أنا رايح مشروع شهادي، لأنه هذا الدفاع عن الأرض والعرض. إذا بدوش يقفوا الكبار ما بيقتدوا الصغار، يعني صح ولا لا؟ مخطوفات 6:30 الصبح طلعوا من الشبكة. فحوالي الساعة 3:30 تقريباً أنا سمعت الطلق، كنت نايمي وابني سهران بالمضافي، صاروا عنا الإرهابيين قدام البيت، 15 واحد كانوا. دولة الإسلامية. كل شيء جوا اقتلوا، لا تخليني ولا واحد، يلا. بس فتح الباب هو وأنا بجنبهم، قال بدنا ناخذكم ساعة ونرجعكم، بدنا نفتش البيوت. كان مهند من غير شر وقت اللي راح، ظل معي 8 أيام، نهار التاسع إجوا أخذوا، قال بدهم يعلموه بالمعهد الشرعي وما بيصير إنه هو بالغ يظل معنا، عساس أخذوا يعلموه. ما عرفت غير لبعد ما طلعت إنه قاتلينه. قتلوا بس أكيد ما منضربينه رصاص، ما مقوسينه خوين. طحتني الصبح الساعة 10، إجانا أمير نهاب وقلونا أبا النور أساس كان وعدنا أنه في عائلتين بدها تطلع، قال انزلوا من السيارات. نزلنا على السيارة، هاللحظات هي صار في إطلاق نار، خفنا. إجا واحد قال فورا اطلعوا على السيارات، أنا ما قدرتش أطلع، يعني يمكن قلبي حسني. إجت لهم قذيفة على السيارة شظايا، ضربته بعينه، لقيته الغالي بعرض السيارة. انه عبعتبني ليش ما طلعتش يا امي، قلت اجتك شي رصاصه شبه عيني يا امي. قلت له عينك بهش يا روحي، جرح بسيط فوق بجبينك بيضغط فكشي، يعني في شي 10 دقائق اجينا عسكر من الجيش، قال عليكم الامان الجيش السوري احنا، قال يلا شوي بتجي سيارات الاسعار. قبل ما وصلنا لحمص بنص ساعة، يعني سمعت يعني بصوت قوي حكيها بدي مي، طلب من الممرض اللي بالسيارة سقيني يا عمي، يعني ما حناش بحبني، سقيت بوق مي شي اني بللت الشفاف. آخر كلمة جاني طبيب
سندني انت قويه وخلي ايمانك بالله قوي، مش لازم تزعلي وصافي استشهد. لي خيي ونحن بالأسر، قال لي آخر كلمة إنه أنا جوعان. قلت له كيف بدي طعمين؟ لحظات صعبة لأنه كنت عم بودع أغلى شيء بحياتي.